بعد أن حقق إنجازا تاريخيا لكرة السلة الكويتية، عاد لأرض الوطن فريق الكويت من العاصمة البحرينية المنامة بلقب ثالث على التوالي لبطولة الخليج لدور السوبر الآسيوي لغرب آسيا لكرة السلة، ليستقبل استقبال الأبطال في قاعة التشريفات بمطار الكويت الدولي. عاد لأرض الوطن أبطال سلة العميد الكويتاوي صائد البطولات والوجه الرياضي الحضاري للرياضة الكويتية، فبعد ظروف صعبة ومواجهة حاسمة في العاصمة البحرينية المنامة، انتزع أبطال العميد بطولة السوبر ليج لغرب آسيا لمنطقة الخليج من فم الأسد وفي عقر دار فريق المنامة، ليستقبلوا في قاعة التشريفات استقبال الأبطال. مبارك للقيادة السياسية على هذا الإنجاز، لأن بالأخير هذا ممثل الوطن وهذا الإنجاز لدولة الكويت وللشعب الكويتي. نبارك للشعب الكويتي، نبارك لأجهزة فنية وإدارية ولاعبين، وأنا أمانة كل ثقة بهذا الفريق، لأن هذا الإنجاز ليس بغريب على هذا الفريق. 3 سنوات متتالية بطولة الخليج، إنجاز غير مسبوق في جميع دول الخليج، لم يحقق نادي خليجي هذه البطولة لـ3 سنوات متتالية، بالإضافة إلى ذلك بطل عرب، بالإضافة إلى ذلك نهائي غرب آسيا، ونحن متفائلين بهذا الفريق. معدل أعمار هذا الفريق لا يتجاوز 24 سنة، فأنا أعتقد هناك الكثير من الإنجازات القادمة بالقريب العاجل. نشكر صانع الإنجاز الحقيقي أخوي بدر العصيمي الذي عمل ليلا نهارا لعمل فريق بهذا المستوى. نادي الكويت حقيقة يضم لاعبين مميزين على اللاعبين المحليين وأيضا على المستوى المحترفين ومستوى المدرب. حقيقة فيه اهتمام من نادي الكويت بكرة السلة، ومبارك لهم حقيقة مرة ثانية، مبارك للكل أهل الكويت على هذا الإنجاز، ونتمنى لهم التوفيق في المرحلة القادمة. هو ليس إنجاز فقط يسجل على مستوى نادي الكويت الرياضي، وإنما على مستوى دولة الكويت. فإحنا دائما نقول نحن نصنع الأبطال ليصنع التاريخ، فهو ليس فقط مجد لنادي الكويت لوحده، ولكن للدولة نفسها ولوطنهم أيضا. شيء ثاني، واجهوا تحديات جدا قاسية منذ بداية البطولة، ولكن هناك روح التحدي وروح الإصرار، إن هم مصرين إن هم يقدمون أفضل ما عندهم. والعقيدة هي مو إنك بس تفوز، إنك تكون في أفضل مستوى تستطيع إنك أنت تقدمه وتمثل وتشرف في وطنك ويعني وناديك أيضا. البطولة الثالثة على التوالي، والله يعطيهم العافية، وحنا ندعمهم وندعم جميع فرقنا الرياضية مثل هذه البطولات، والحمد لله هذا يدل على أن ارتفاع مستوى كرة السلة بالكويت ولله الحمد، وهذا بفضل وجهود الهيئة العامة للشباب والرياضة واتحاد السلة وجميع الأندية بتعاونة مع الاتحاد. إنجاز تاريخي لكرة السلة الكويتية، 3 بطولات متتالية بالبطولة الخليجية، نهديهم للجماهير كرة السلة الكويتية عموما الكويتية. إنجازات تسجل لنادي الكويت وللرياضة الكويتية في ظل تنافس وأعداد قوي للفرق الخليجية، لكن سلة الكويت وللمرة الثالثة على التوالي تثبت علو كعبها ورؤية مجلس إدارتها الاحترافية في مختلف الألعاب الرياضية. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.